ادخل. مساء الخير. ليك عين توريني وشك؟ معلش يا جدو، انا عايز اتكلم معاك. اتكلم في ايه؟ انت انسان اناني وعمرك ما تتغير همجي. يا جدو انا محتاج لك. محتاج ليه؟ انت عملت ايه تاني؟ هقول لك على كل حاجه بس مش دلوقتي. دلوقتي عايز افهم منك حكايه الصوره دي. مش دي الصوره اللي انت وريتها لي كذا مره؟ هو حكايه الصوره دي عشان تشغلك للدرجه دي؟ انا اللي عايز اعرف منك. دي باين انها في محكمه، وانت قلت لي انها من 19 سنين. كنت بتعمل ايه هناك؟ مين اللي صورك؟ يصورني مصور بتاع الوزاره، كان هناك بيغطي القضية. قضية ايه بقى؟ قضية واحد اسمه سليم الباروني، مقاول كبير صاحب مصانع اسمنت، في عمارة من اللي بناهم وقعت بالناس اللي فيها ومات فيها عدد كبير قوي بسبب الاسمنت المغشوش اللي كان حاطه. انت دخلك ايه بالقضية؟ ايه اللي دخلك ايه؟ يا ابني انا اللي سجنته. انا كنت الرئيس اللجنة اللي عينت الوزارة اللي اثبتت إن الراجل ده هو المسؤول الأول، لأنه الأسمنت بتاعه كان مغشوش، وهو السبب إن العمارة دي وقعت بسبب الأسمنت المغشوش ده. ولبسته قضية تانية، قضية رشوة، لأن الحمار الغبي حاول يرشيني أنا. خد 20 سنة سجن، وأنا اترقيت بقيت وكيل وزارة. أنت دماغك راحت لبعيد كده ليه؟ حبيبي أنت اللي عندك قصر نظر. يعني انت شايف انها صدفه يفضل ورايا لغايه ما يوقعني؟ مش معنى انا عشان انت شاطر. شاطر بس مش عبقري. طب كمل، عايز تقول ايه؟ اسم غلط، تاريخ غلط، وشغل كله خطر، ومدبسني فيه. بعدين بعد ما كان بيتحايل عليا ابتدى يبقى صاحبي، وفي الاخر بقى مسيطر على كل حاجه. بعد ما اكتشف جدي سجن ابوه، عايزنا نشوف ان كل اللي فات ده صدفه. طب تعالى نفترض ان انت عندك حق، انت هتتصرف ازاي؟ معرفش لسه، انا دماغي رايحه في حته تانيه خالص. حته ايه؟ موت ابويا وامي في حادثه. ماله ده كمان؟ جايز تكون حادثة مدبرة. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.